اهلا وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بالهنا والشفا. النهارده هعمل معاكم وجبه من وجبات الفطار اللي انا بحبها جدا، وكمان وجبه من وجبات الغداء اللي انا بحبها جدا. الوجبتين دول نقدر نوظفهم في ايام بنحاول نحافظ فيها على نسبه السعرات اللي بناخدها او عدد، وبنحافظ على ان نشوياتنا مش عاليه قوي ولكن في نفس الوقت مش بنلغيها. احلى حاجه وانتوا بتعملوا دايت ان انتوا تحسوا انا هفنن في الاكل، انا هعمل اكل بمزاج، انا مبسوط، انا متحمس ان انا اروح اكل الفطار بتاعي او الغداء بتاعي. ده هيجي بشويه تنظيم. التنظيم هنتعود عليه الحقيقه لما تبقوا بتتفرجوا كتير على وصفات صحيه، فتبتدوا تلاقوا نفسكم وانتوا في السوبر ماركت بتجيبوا المكونات الصحيه. تيجوا بقى تفكروا تعملوا وجبه صحيه هتلاقوا الحاجات موجوده في البيت. مكونات بسيطة جدا هنعمل بيها فطار فرنساوي حلو جدا جدا ومغذي ومشبع. أراهنكوا إن حد ياكل طاسة الفطار دي ويجوع على الأقل بعدها يعني بأربع خمس ساعات. تعالوا نشوف إيه طاسة الفطار الفرنساوي دي هنعملها إزاي. الحقيقة دي وصفة ودي وصفة، الفرق بينهم مكون واحد. تعالوا نشوف المكونات اللي معانا عبارة عن إيه. اول وصفه معانا سبانخ، معانا انواع المشروم المتوفره ايا كان هي ايه، معانا كمان بصل، فلفل الوان، توم ومعمول سلايسز كده، معايا زبادي وكريمه طهي، واكيد مش هستخدم كل كريمه الطهي دي، ومعايا خمس بيضات على اساس انه الوجبه دي او الطاسه دي تكفي من فردين لثلاثه. هنا بقى معايا نفس المكونات بس شلت السبانخ وحطيت بدلها ايه بطاطس. ولو شفتوا البطاطس انا مقطعاها شايفين رفيعه ازاي، علشان انا مش هدخل دي الفرن، انا هسوي على طول على البوتاجاز، فمش عايزه حاجه تبقى بتاخد مني وقت. طيب انا هزود على دول ايه التوابل، ملح وفلفل. عارفين فكره الطاسه بتاعت الشكشوكه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، احنا بقى للصلصه وكده بما انها فرنساوي فهنحط ايه الكريمة الطهي وهنخلطها بالزبادي. تعالوا الاول نعمل الميكس الظريف ده ونشوف هندخل فيه المكونات ازاي. لو الطاسة بتاعتي سخنت انا ممكن ايه، تعالوا ايه ننزل بيه المكونات تتشوح. بصوا كأنكم بتعملوا اي طبخة عادية جدا، بصل، ثوم، تنزلوا ببقية الخضار اللي عندكم بالتدريج. طب انا ما عنديش يا ساندرا كل الخضار ده في التلاجة، فيش مشكلة خالص، اللي موجود استخدموه. عندنا شوية مشروم فاضلين حتى لو واحدة مشروم، فلفل، ما عندناش فلفل الوان نقدر نستخدم فلفل اخضر، اي خضار موجود. انا ساعات بعملها بالبسلة وساعات بعملها بالفاصوليا وبيطلع طعمها حلو جدا. دي مكونات الوصفة الاصلية. خلاص تعالوا بقى ايه، هنحط معلقة زيت زيتون، وتقدروا تغيروها بزبده. هي الحقيقه الوصفه الاصليه فيها زبده ولكن انا دايما بفضل استخدم زيت الزيتون. اللي موجود عندكم اشتغلوا بيه. انا ايه هاخد شويه الطاسه اهي ابتدت تسخن، بصل هنا وشويه بصل هنا. على ما الطاسه تبتدي تسخن تعالوا نعمل بقى ايه الميكس بتاع الكريمه، كريمة الطهي والزبادي. الوصفة الأصلية الكمية كلها كريمة طهي، بس أنا إيه قلت عشان ما تبقاش سعرات الحرارية زيادة عن اللزوم، فهنحط عليها زبادي ونقلبهم حلو. مش هيبقى فيهم كلاكيع، هيدخلوا مع بعض كويس، هيدوني نفس الإحساس بالظبط. والكمية دي أنا ممكن أستخدمها مثلا في ثلاث طاسات من اللي إحنا هنعملهم دلوقتي. هنا بقى انا عايزه ايه، عايزه اطمن انه الاثنين مخلوطين مع بعض كويس فما يعملوليش كلاكيع. الكميه بقى تقدروا تغيروها كل مره حسب انتوا محتاجين او مسموح لكم سامحين لنفسكم بسعرات حراريه قد ايه. يعني مثلا انا عارفه ان انا هتغدى وصفه زي اللي هنعملها مع بعض بعد الفاصل، وصفه بسيطه نشوياتها قليله دهونها مش عاليه قوي بروتينها عالي، فهقدر ان انا ازود فيه كميه كريمه الطهي. طب انا عارفه ان انا هتغدى مثلا طبق كشري، عارفه ان انا هتغدى حاجه فيها نشويات عاليه، هقلل من السعرات الحراريه اللي انا هحطها عن طريق كريمه الطهي. تعالوا ايه ننزل ببقيه البصل. تقدروا الوصفه غنية بالبصل الحقيقة، بيحطوا كمية بصل كبيرة، انتوا تقدروا تستخدموا ايه بصل اقل.
طيب تاني حاجة بعد البصل بنحطها ايه؟ كأننا بنطبخ اي طبخة عادية جدا، التوم. هناخد التوم من هنا والتوم من هنا وننزل بيهم. انا عايزة بس الخضار ايا كان هو ايه يدوبك يبتدي يدبل وانزل باللي بعده على طول. ليه بقى الفطار ده صحي؟ الفطار ده صحي لان هو فيه بيض وفيه خضار ايا كان الانواع اللي موجودة عندنا، فيه بروتين جاي من الزبادي وجاي من الكريمة وجاي من البيض. وانا قبل كده كلمتكم كتير جدا عن فوائد البيض، سألكوا كام حاجة كده بسيطة من اللي انا كل ما اجي اعمل بيض افتكرهم، هو ان البيض مهم جدا لصحة المخ. فعشان كده امهاتنا لما كانوا بيقولوا لنا الفطار الصبح بيضة كانت صح، لان هو مهم جدا جدا لصحة الدماغ وصحة المخ. هو كمان غني جدا ب ده لان هو طبعا غني بالكولين، مادة الكولين. هو غني بالاوميجا 3، الأوميجا 3 دي حلوة لصحة الجسم عموما وكمان مهمة لصحة القلب. غني بمضادات الأكسدة المفيدة جدا جدا، نوع مضادات الأكسدة اللي فيه مفيدة جدا لصحة العين. فهو الحقيقة فطار هايل إن كان لينا أو كان لأولادنا. طيب دلوقتي بقى بقية أنواع الخضار الاختلاف هنا للناس اللي بتحب السبانخ، فأنا هحط إيه شوية، تعالوا نحط السبانخ هنا. خلوا بالكم السبانخ بتبان كتير قوي وبعدين اول ما تنزل ميتها تلاقوا انها ايه كميتها قلت كتير. هنزل هنا بالبطاطس. البطاطس بقى لو قطعتوها اتخن من كده هتلاقوها بتاخد معاكم وقت في السوى. خلاص انا هنا ايه، بصوا السبانخ لسه ما استوتش وكميتها قلت ازاي. طيب ايه تاني فاضل لنا؟ فاضل لنا انا بحب احط المشروم في الاخر خالص علشان المشروم من الحاجات اللي بيستوي بسرعه جدا جدا. الفلفل الالوان برضو هزوده في الاثنين. طيب لو احنا مش عايزين نستغنى خالص عن الكريمه، كريمه الطهي تقدروا تستغنوا عنها وتزودوا الزبادي بس او زبادي يوناني يبقى ساعتها، وتقدروا عادي جدا تنزلوا شويه شوربه بس. عايزين ما تنزلوش حاجه خالص وتاكلوا الخضار مقرمش اكتر شويه او اقل سوى برده هيبقى طعمها حلو جدا. خلاص الطاسه دي تنفع للناس اللي عامله كيتو دايت، والطاسه دي تنفع للناس اللي عامله سعرات قليلة ونشويات قليلة. نرش رشة ملح وفلفل فين بقى؟ أنا هاخدهم أرشهم على الخليط بتاع الكريم أهو والزبادي. طيب انتوا معاكوا وقت اكتر في البيت عايزين تسيبوا الخضار يستوي وقت اكتر تقدروا، انا ايه مش هسيبه يستوي قوي. نحط بس ايه نوعين المشروم، انا معايا هنا مشروم ابيض والمشروم البني اللي بنسميه بورتوبيلوس. شفتوا احنا حطينا كمية زيت قد ايه قليلة وكمية خضار قد ايه كتيرة. انا مش عايزه اقطع الدهون، انا عايزه احط دهون واحط دهون صحيه. تقدروا تستعملوا زيت الزيتون او الزبده، الاثنين خيارات صحيه جدا ولكن باعتدال. الكميات مهمه جدا. عملت معاكم قبل كده حلقه زيت زيتون، ادخلوا على يوتيوب اكتبوا بالهنا والشفا زيت زيتون هتلاقونا عملنا وصفات لزيت الزيتون نفسه وادينا له نكهات مختلفه واتكلمنا قد ايه المعلقه الواحده. لو شاطرين بقى رجعوا الفيديو واكتبوا لنا في الكومنتس هنا اللي فاكر معلقه زيت الزيتون الواحده كان فيها كام سعر حراري.
طيب دلوقتي بقى فاضل لنا ايه؟ انا خدت كميه المشروم خلاص من وصفه واحده، فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا نحط البيض. هنعمل البيض ازاي؟ انا عايزه يبقى شكله حلو. الطاسه دي مكان ما يعني ما بعملها بقدم الطاسه، مش لسه بغرفها في حته تانية، فهعمل اماكن كده انزل فيها البيض بتاعي اهو، ومجهزه غطا علشان الغطا بتاعي ايه هو اللي هيساعدني في تسويه البيض. ادي بيضه، وزي اي حد عادي جدا البيض اتكسر مني وانا وانا بحطه في الاطباق، وهيطلع شكله حلو جدا ولا هيفرق في حاجه. تقدروا بقى تتحكموا في السوى بتاع البيض حسب الوقت اللي هتسيبوه على النار. انا دلوقتي هعمل ايه؟ خلصت دي هديها، بس ما اقدرش احط ايه انا بيض من غير ما ارش فلفل اسود على الوش، حتى حاجة بسيطة خالص كده بيديله طعم حلو جدا. هروح الطاسة التانية انزل بالبيض واغطي الاولانية نص تغطية، ما تغطوهاش قوي، شايفين الغطا عاملاه ازاي بالورم. بفكر دلوقتي اعمل واحدة بالكريمة واحدة من غير عشان تشوفوا الاتنين، بس ايه تعالوا نحط الكريم كده، تدي على فكرة طعم حلو جدا، ومتحسوش انه يعني مستحيل تاكلوا دي وتحسوا انه انتوا عاملين دايت. تعالوا ايه نعمل واحدة بالكريم واحدة من غير. هسيبهم بقى ايه يستووا، هغطي عليهم هما الاثنين، وهرش رشه الفلفل هنا كمان واغطي عليها، وارجع لكم بعد الفاصل بوصفه الغداء اللي اضمن لكم انتوا بعد الفطار ده مستحيل تبقوا عايزين تاكلوها قبل 4-5 ساعات. استنونا. اهلا وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل، رجعت لكم بوصفه فراخ حلوه جدا جدا تغنينا عن وصفات الفراخ التقليديه اللي ممكن نزهق منها واحنا بنعمل دايت. ومعرفش انا بس ولا انتوا كمان، من اكتر الحتت اللي بحبها في الفرخه هي ورك الفرخه، لان بحس فيها ايه طعم مختلف وحلو الحقيقه. هي فيها نسبه دهون اكتر، بس حاجه بسيطه قوي ما تخلينيش احرم نفسي من يعني حتة معينة انا بحبها علشان عاملة دايت، مش مستاهلة خالص. تعالوا بقى نشوف وصفة الفراخ دي عبارة عن ايه، بس بعد ما نطلع الطاسة بتاعت البيض. بصوا شكلها بقى حلو ازاي لما استوت. ما تستهونوش بكمية البروتين اللي في البيض، البيضة الواحدة فيها 6 جرام بروتين، يعني هي مصدر هايل لأكل يسندنا كده ويحسسنا بالشبع اطول فتره ممكنه. تعالوا بقى ايه نشوف وصفه الفراخ عباره عن ايه. معانا اوراك فراخ، وانا بسيب الجلد بتاعها عادي لانه بياخد كراست كده وبيديها طعم حلو، ومش لازم وانتوا بتاكلوه تاكلوه كله. معايا كمان عصير برتقان، ميبل سيرب او عسل، معايا شرايح برتقان، زعتر فريش بالاعواد بتاعته، واذا ما فيش نستغنى عنه بزعتر مجفف عادي. الصوص بقى زي ما قلت لكم، معايا عصير برتقال، زيت زيتون، ميبل سيرب او عسل ايا كان المتوفر، معايا كمان صويا صوص، تشيلي فليكس، وجنزبيل مبشور. تشيلي فليكس اللي هي ايه الشطه المتكسره دي. هنقدمها مع ايه؟ هنقدمها مع نوع نشويات صحي، وهو بطاطس بالقشر بتاعها. كميات هي اللي بتفرق وتخلينا نقدر ناخد اللي عايزين ناكله اي يوم. معايا هنا بيبي بوتيتوس، شايفين البطاطس الصغيره دي. معايا كمان تشيلي فليكس، زعتر، ريحان ايا كان اللي موجود، بابريكا، ملح وفلفل.
الحقيقة لما بعمل البطاطس دي لوحدها، وصفة البطاطس دي اسمها سماشت بوتيتوز، وهقول لكم ليه اسمها سماشت. لما بعملها لوحدها بحط لها سنة زبدة وبحط لها توم وبدلعها كده بشوية بهارات اكتر، لكن لان الصوص بتاع وصفة الفراخ دي طعمه قوي جدا وحلو جدا، فيستاهل انه ناخد بقى الصوص بتاع الفراخ لما تطلع نحطها على البطاطس، فمش عايزة يبقى فيها طعم تاني اقوى من طعم الصوص. هنعمل ايه؟ اول حاجة هاخد الفراخ بتاعتي هتبلها بملح وفلفل وزيت زيتون لو عايزين. تعالوا كده ايه نشتغل هنا الاول. هحط عليها ملح وفلفل وناخد شوية زيت زيتون، وهنعمل لها مساج كده على وشها وعلى ظهرها علشان اطمن انه هي هتطلع متبلة حلو. والناس اللي بتخاف من الزفارة مثلا، الحركة دي بتشيل اي زفارة في الفراخ. عايزين تشيلوا الجلد بتاعها لو انتم حافظين قوي على السعرات اللي بتاخدوها او على دهون. طبعا لو انا عندي كوليسترول مثلا لا، لازم اشيل الجلد. اهو كده هي جاهزة ايه ان احنا نعمل المارينيشن او نعمل الصوص بتاعنا وننزلها عليه. هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن مكونات مش كتير. تعالوا نبص هم ايه معانا. صوص البرتقال، ويا سلام لو عرفتوا تجيبوه برتقال فريش انتوا عصرينه في البيت. ولو انتوا بقى اللي عصرينه في البيت هاتوا شويه، عارفين قشر البرتقال ده لما بنبشره بنسميه زست. القشره الخارجيه اللي لونها برتقاني دي لو زودناها على الخلطه دي هتدي طعم خطير. طيب الوصفة دي مش مناسبة لمين؟ مش مناسبة لو انا عامل كيتو. طب ليه؟ لانه الكيتو دايت ممنوع فيه العسل وممنوع فيه البرتقان وممنوع فيه بس العسل والبرتقان، وهي فكرة الوصفة قائمة على البرتقان والعسل الحقيقة. فايه؟ بصوا انا دلوقتي بدوب العسل او الميبل سيرب ايا كان اللي متوفر عندك، وهاخد عليه الجنزبيل. دايما في حاجتين كده، يعني لو انتوا قررتوا تقفوا في المطبخ وتخترعوا الوصفه بتاعتكم، دايما لما تستعملوا صويا صوص يحب حاجه حمضيه، يحب حاجه سترك. يعني ايه؟ يعني يحط معاه ليمون، يحط معاه برتقان. دايما الصويا صوص بيحتاج حاجه من عيله الليمون والبرتقان معاه. الجنزبيل كذلك. فايه هما كومبو مع بعض كده ظريف قوي. وهاخد التشيلي فليكس، ودي طبعا اختياري، يعني انا شخصيا لو الولاد هياكلوا في اطفال هتاكل، لا مش هحط التشيلي فليكس خلاص. تعالوا بقى ايه نبتدي نعمل البايركس بتاعنا. طيب انا ليه شايفين كميه الصويا صوص انا ما حطيتهاش كلها؟ دايما لازم يقف في دماغكم ان انتم ممكن تغيروا في المقادير وانتم شغالين. حسب ايه؟ حسب مثلا لون الصويا صوص اللي معانا. في نوعين في السوق، خلونا نقول يعني هو في انواع اكتر، بس خلونا نقول المنتشر عندنا اكتر هما نوعين. نوع بيسموه الفاتح ونوع الغامق. فلو انتوا بتطبخوا بالفاتح هتستخدموا الكميه اللي انا كاتباها كامله، لو انتوا بتطبخوا بالغامق او الازازه اللي موجوده عندكم غامقه هتستعملوا اقل شويه عشان لون الفراخ ما يتغيرش جامد. طيب هاخد بقى شرايح البرتقال دي واعمل بيها. عارفين لما نعمل صينيه فراخ بالبطاطس نفس الفكره، بدل ما بتحطوا تحت بصل وبطاطس هتحطوا برتقان، وللوهله الاولى كده وانتوا بتعملوا الصينيه دي هتحسوا البرتقان ده كله احنا مش هناكله، البرتقان ده كله هيترمي، كل ده عشان يدي طعم. الحقيقه بقى هو مش بيدي طعم، ده انتوا هتاكلوه هو شخصيا وانتوا بتاكلوا الفراخ من جمال التتبيله بتاعته. هاخد بقى الفراخ ومش هغطيها خلاص، مهم جدا ما تغطوهاش في الفرن.
وايه ننزل بالمارينيشن. شايفين القطعة دي الجنزبيل وشوية العسل اللي على الوش، دول هيكرملوا لون الفراخ. كده الفراخ بتاعتي جاهزة انها تدخل الفرن. عندنا خيارين، يا اما هشتغل على نار هادية يعني تقريبا 150، والفراخ دي هيتعمل لها روستنج. يعني ايه روستنج؟ يعني مش هتتغطى. طب لو احنا عايزين ننجز او نسرع شوية تسوية، انا هشغل الفرن على 180، هغطيها ربع ساعة تلت ساعة، وبعدين افتح عليها اشيل الغطاء اللي انا مغطيها بيها واسيبها تكمل سوا. في النص لو طلعتوها وبفرشة كده، بصوا هوريكوا في نص التسوية، فرشة كده تاخدوها من هنا من الصوص اللي بينزل منها، تبتدوا تعملوا ايه؟ هي تعملوا لها كده عشان تفضل عمالة تشرب من السوائل اللي بتنزلها، ده بيقوي الطعم جدا جدا جدا. الفرن بتاعي سخن زي ما قلنا، انا هشتغل على درجة حرارة 150 واسيبها تستوي، هتاخد مش اكتر من 40 دقيقة. تعالوا بقى ايه نعمل البطاطس اللي هنقدمها معاها. زي ما قلنا البطاطس هنشتغلها ببيبي بوتيتوز او البطاطس الصغيره. طب لو انا ما عنديش بطاطس صغيره هعمل ايه؟ هجيب بطاطسايه كبيره 4/4 واعمل كل ربع لانه بطاطسايه لوحده صغيره. طيب الزعتر اللي احنا ما حطيناهوش في صينيه الفراخ ده هنحطه في نص التسويه. بصوا بقى هنعمل ايه. معايا صاج فرن، افضل يكون ما بيلزقش. عندنا زي ده مفيش مشكله، احنا كده كده هنحط شويه زيت زيتون او اي نوع زيت متوفر عندكم، هيعمل ايه؟ هيخليه ما يلزقش. انا هحط هنا البابريكا، او تعالوا الاول نعمل حاجه، تعالوا نحط زيت الزيتون اول حاجه. وهحط التوابل بتاعتي عليه، معايا بابريكا ومعايا زعتر ومعايا ملح وفلفل. زي ما قلت لكم تقدروا تغيروا براحتكم في الميكس بتاع التوابل اللي احنا عاملينه ده. انا لما ببقى عاملاه مثلا لوحده هعمل ايه؟ هزود عليه توم وهزود عليه زبده. كل مره تقدروا تغيروا. يعني انا مره عملته زودت عليه كاري باودر، كاري باودر كان طعمه حلو جدا جدا. بصوا بقى هاخد دول كده وهتغسلوا ايديكوا او هتلبسوا جلوفز. خلوا بالكوا في حاجة كده، قانون مهم جدا في سلامة الغذاء، بيقول ايه؟ بيقولنا لو مسكت اي طيور او لحوم نية لازم قبل ما امسك اي حاجة تانية انا هسيبهم دخلتهم الفرن هروح اغسل ايديا كويس جدا 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 مدة ما تقلش عن 30 ثانية اذا ما كانش اكتر. خلاص اعدوا يعني صابون وتغسلوا كويس عشان تتأكدوا ان اي جراثيم موجودة فيهم ما اتنقلتش لاي اكل تاني او لتلاجة قبل ما افتحها او لاي حاجة. خلاص البطاطس اهي، معايا ايه بقى؟ معايا اداة كده اللي بنهرس بيها البطاطس. ما عندناش، هاتوا طبق واضغطوا بيه. خلاص يعني اي حاجة عندنا هنعرف نعمل بيها. هي البطاطس دي اساسا قلت لكم في الاول ان انا مديها ايه؟ نص سلقه كده. السمك بقى يرجع لكم، حد بيحب البطاطس تخينه، حد بيحبها كريسبي، انا بحبها ايه؟ او اكشلي في الوصفه دي هنخليها وسط. ليه؟ علشان يبقى فيها حاجه كده تشرب الصوص بتاع الفراخ. انا هدخلها الفرن. افضل انها تبقى في الفرن لوحدها فوق علشان تاخد كريسب كده حلوه، لكن لو الفرن بتاعنا مشغول زي دلوقتي عادي هندخلها تحت وهتشتغل. تعالوا بقى اوريكم الحاجات دي لما بتستوي بيبقى شكلها حلو ازاي. انا مسويه صينيه من ده وصينيه من ده،
دي الماشت بوتيتوز و دي اسفة السماشت بوتيتوز ودي الفراخ. تعالوا نقدمهم مع بعض. انا بحب بصراحة اقدمهم في طبق واحد مع بعض علشان اطمن ان البطاطس اخدت من الصوص بتاع الفراخ. طيب بقى ايه كده البرتقال ده صدقوني لو جربتوا تاكلوه هيبقى طعمه ظريف جدا. الزعتر بقى ده قلتلكوا ايه هنزوده في نص التسوية. طب ليه مش بنحطه من الاول؟ عشان ما يتلسعش مني، ما يتحرقش ويطلع الريحة بتاعته وطعمه يروح، فانا هزوده في نص التسوية. وهعمل ايه بقى؟ تعالوا نحط ده كده وناخد البطاطس نقدمها معاه. عايزه اقول لكم بجد بتاخد من الصوص، ولو عايزين بقى زودوا شويه صوص عليها على الوش كده يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. عملنا معاكم فطار فرنساوي بطريقتين مختلفين للناس اللي بتحب السبانخ والناس اللي ما بتحبهاش، ومش محتاجين تاكلوا معايا اي نوع نشويات تاني لان الطاسة اللي فيها البطاطس فيها خلاص نشوياتها تاني، فده يتاكل كده ايه بالشوكة والسكينة. ووجبة الغداء اللي عملناها فراخ بالبرتقال والصويا صوص والعسل. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. استنونا في حلقة جديدة من بالهنا والشفا.